الحقيقة الأولى أن هذا الوقت الذي هو أنت، أن هذا الوقت الذي هو رأس مالك، أن هذا الوقت الذي هو أثمن شيء تملكه، إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كما يفعل أهل الأرض، نأكل ونشرب ونتمتع بالحياة الدنيا، ثم يفاجأ الإنسان بتطور خطير في صحته ينتهي به إلى الموت. وأحياناً يأتي الموت بغتة من دون أي مقدمات، وقصص لا تعد ولا تحصى، لا يشكو من شيء، خلال ثواني أصبح من أهل القبور، كان شخصاً فأصبح خبراً. فلذلك إنفاق الوقت إنفاق استهلاكي قضية سهلة جداً، إن عمل النار سهل بسهوة، استرخاء، عدم مبالاة، عدم انضباط، هذا إنفاق الوقت إنفاق استهلاكي. وينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، دقيق، حينما تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الوقت. ما الذي يدخل معه في القبر؟ عمله الصالح. إذاً استهلاك الوقت خطأ، استثماره صواب. استثماره أن تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يدخل معك في قبرك. طلبت العلم، دعوت إلى الله، ربيت أولادك، عملت الصالحات، أنفقت من مالك، رعيت يتيماً، رعيت أرملة، أطعمت فقيراً، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق،